للمزيد من التفصيل والتحليل للمشهد وتوسع جبهة الصراع والمواجهة ينضم إلينا من القاهرة سيد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيد محمد أهلا بك. إذن هذه الصورة المتجددة لعمليات الاستهداف الإسرائيلي لمعظم المناطق، ربما كل المناطق التي يطالها الطيران الإسرائيلي في لبنان، ولا يؤكد ذلك أو لا يظهر ذلك بالتأكيد أنها مجرد عمليات استطلاعية. كيف تقرأ هذا المشهد وما هي آليات التصعيد التي يمتلكها جيش الاحتلال في ظل تصدي واضح وقوي لعناصر حزب الله في الجنوب على الأقل خلال 48 ساعة الماضية؟ أهلا بحضرتك أستاذ رعد وبالسادة المشاهدين. طبعا حضرتك أشرت لي مجموعة من النقاط المهمة، يعني دعنا أولا نبدأ بالإشارة إلى محاور التحرك الإسرائيلية على المستوى العسكري حاليا. في تقديري أن إسرائيل تتحرك من خلال ثلاث يعني مهام رئيسية أو ثلاث مستويات رئيسية. أولها هو المستوى الاستطلاعي كما أشرت حضرتك، ولعل هذا المستوى قد انتهى عمليا مع ما ذكرته تقارير منذ أيام عن تسلل وحدة إسرائيلية بشكل خفي إلى بعض مناطق الجنوب اللبناني من أجل تنفيذ عمليات استطلاع وعمليات استخباراتية وجمع المعلومات، وهو نفس ما حدث قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023. أما المستوى الثاني وهو مستوى ممتد منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ولكن الفارق أنه في الثلاث أسابيع الماضية على وجه الخصوص اتسع بشكل كبير، ونحن هنا نتحدث عن عمليات القصف الجوي. خلال الثلاث أسابيع الماضية اتسعت عمليات القصف الجوي بشكل عنيف وعلى مستوى الكم والكيف لتشمل، يعني كنا نتحدث في الأشهر الأولى من التصعيد بين الجانبين عن استهداف يركز على بلدات المناطق الجنوبية بقطاعاته الثلاثة، لكن اليوم نحن نتحدث عن استهداف شبه يومي للعديد من المناطق اللبنانية بما في ذلك الجنوب، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك العاصمة بيروت نفسها كما أشار يعني مراسلكم منذ قليل أنه خلال الأيام الماضية حدث استهداف للعاصمة بيروت ثلاث مرات على الأقل. أما المستوى الثالث في تقديري فهو العملية البرية أو المستوى البري، ولعل إسرائيل كانت قد أعلنت منذ ثلاثة أيام تقريبا أو منذ يومين عن بدء هذه العملية، لكن يبدو أن هذه العملية أو الاجتياح البري أو العمليات البرية قد بدأت فعليا خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس، لكن كانت المفاجأة بطبيعة الحال هي في تداعيات هذه العملية وانعكاسات أو دلالات هذه العملية. يعني الإعلام العبري يتحدث عن شيء وصفته بعض وسائل الإعلام العبرية بالكارثة أو الحادث الكبير في الجنوب اللبناني، وخصوصا نحن نتحدث عن محاولة اختراق لأحد وحدات قوة النخبة الإسرائيلية من ناحية العديسة ومن ناحية مارون الراس كما أشرت حضرتك، أو من ناحية كريات شمونة والجليل الأعلى من ناحية الأراضي المحتلة. لكن كانت المفاجأة فيما نشره الإعلام العبري حتى اللحظة من حديث عن مقتل نحو 8 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات، وفي تقديري أن هذا المعطى يعكس مجموعة من الدلالات المهمة، أولها أن هناك حالة من الاستعداد الجيد والقوي من مقاتلي حزب الله خصوصا في مناطق الجنوب اللبناني. الأمر الثاني أو الدلالة الثانية أن هذه المعطيات
تكشف أن هناك حالة من الفصل بين المستوى العسكري والمستوى السياسي في حزب الله، بمعنى أن عمليات الاغتيال الأخيرة التي جرت أو الضربات وهي موجعة التي تلقاها حزب الله خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على وجه الخصوص، لا سيما عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بما يحمله من رمزية كبيرة بالنسبة لمقاتلي الحزب، هناك فصل بين المستويين السياسي والعسكري والأمني لدى حزب الله بدليل حالة الاستعداد الواضحة والتعامل الاستباقي والنتائج الكبيرة للاشتباكات التي حدثت خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس. أيضا أعتقد أن أحد المعطيات المهمة والدلالات التي تعكسها هذه المواجهات هو أننا نتحدث عن تمركز كبير ونوعي وقوي بالنسبة لمقاتلي حزب الله اللبناني في مناطق الجنوب، لا سيما وأننا هنا نتحدث عن العديد أو أن وحدات النخبة داخل حزب الله، سواء كنا نتحدث عن وحدة الرضوان، وحدة النصر، وحدة بدر، وحدة حيدر، وهذه هي أقوى الوحدات القتالية لدى حزب الله، كلها منتشرة في مناطق الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة، وبالتالي يعني أيضا يعني الدلالة الرابعة أن الجغرافيا الخاصة بالجنوب اللبناني والطبيعة الجبلية لهذه المناطق فضلا عن حالة الاستعداد الكبيرة لحزب الله منذ العام 2006 لهذا السيناريو هي تخدم بلا شك مقاتلي حزب الله وتمثل تحديا كبيرا بالنسبة لمقاتلي الاحتلال الإسرائيلي، وكما يقولون يعني فالأرض والجغرافيا تنتصر لأبنائها يعني. ففي تقديري أن كل هذه الدلالات كانت مهمة على مستوى قراءة المشهد فيما يتعلق بالعملية البرية الإسرائيلية، لكن بالعودة إلى عمليات القصف العنيف التي تشنها دولة الاحتلال على مختلف المناطق اللبنانية، في تقديري أن دائما إسرائيل إذا ما نظرنا حتى إلى تاريخ الحروب التي خاضتها دولة الاحتلال فالسلاح الأقوى وربما الوحيد لدى إسرائيل هو سلاح الجو، بالإضافة حاليا يضاف إليه عنصر الاستخبارات، لكن في تقديري أن الاعتماد بهذا الشكل المكثف على سلاح الجو وعلى عمليات القصف العنيف هو أمر له ارتباط بالعقيدة الإسرائيلية القتالية الحالية سواء في قطاع غزة أو في الأراضي اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل تنتهج أو تركز على ما يمكن تسميته بنهج الأرض المحروقة. أيضا إسرائيل تسعى من خلال هذه العمليات وخصوصا في مناطق الجنوب إلى القضاء على البنى التحتية والعسكرية الخاصة بحزب الله اللبناني، تسعى إلى تهيئة الجغرافيا في الجنوب أو بعض هذه الجغرافيا للعملية البرية، تسعى من خلال استهداف المدنيين والتوسع في استهدافهم إلى تأليب الرأي العام والحاضنة الشعبية لحزب الله ضد الحزب، فضلا عن العديد من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بحسابات. طيب دكتور محمد، يعني في ظل هذه المساعي التي يسعى إليها جيش الاحتلال، يسعى إليها نتنياهو، لكن هنالك رؤية أخرى تقول إن فتح جبهات بهذه الطريقة بهذا الكم الكبير بهذا التوقيت، خصوصا بعد أن انتهك جيش الاحتلال أو أنهك وانتهك في غزة كثيرا، فبالتالي أن تفتح جبهة وتدفع إليها بستة فرق، الفرقة 36 ولواء جولاني ولواء 188 ولواء المشاة السادس قوات إضافية إلى الجبهة وتقول أنها عملية محدودة، ألا يعد ذلك استنزاف؟ وبالتالي احتمالية الخراب الداخلي إن صحت التسمية لإسرائيل؟ بطبيعة الحال يعني ما أشرت إليه حضرتك هو شديد الأهمية، ولكن هذا في الحسابات العسكرية لأي قادة أو زعماء أو سياسيين يقومون بإيلاء المصالح الوطنية للدول الخاصة بهم يعني
أو حتى في حالة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لا يعبأ بكل هذه الاعتبارات، لأن بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، ولكن بنيامين نتنياهو على وجه الخصوص يتحرك سواء في جبهة غزة أو في الجبهة اللبنانية أو في العديد من الساحات الأخرى، ونحن نتحدث عن سوريا، العراق، الجبهة الخاصة بالتصعيد مع إيران، هو ينطلق من حسابات شخصية ومحددات خاصة ببنيامين نتنياهو. نتنياهو كان يواجه قبل هذه الحرب اتهامات بالفساد، كان لديه أزمة داخلية عميقة مرتبطة بالإصلاحات القضائية والسعي لتقليص صلاحيات السلطة القضائية لحساب السلطة التنفيذية في إسرائيل. كل هذه الأزمات يضاف إليها بطبيعة الحال الفشل الاستخباراتي التاريخي والغير مسبوق في 7 أكتوبر 2023، فضلا عن الفشل والاتهامات بالفشل في إدارة هذه الحرب حتى اليوم، لأننا حتى وإن كنا أو يحاول نتنياهو الترويج لبعض الانتصارات التكتيكية التي حققها من خلال اغتيال بعض قادة الفصائل الفلسطينية أو القضاء على بعض القدرات القتالية لهذه الفصائل، إلا أنه لم يحقق حتى اللحظة الأهداف الاستراتيجية من هذه الحرب، سواء ما يتعلق باستعادة المحتجزين الإسرائيليين، سواء ما يتعلق بتوفير الردع الإسرائيلي. نحن نتحدث حاليا عن استهداف بعشرات ومئات الصواريخ كل يوم للداخل المحتل، وبالتالي فأين هي منظومة الردع الإسرائيلية؟ وبالتالي بالعودة إلى سؤال حضرتك، بنيامين نتنياهو يعني ما أشرت إليه حضرتك هو حسابات سوف يضعها أي صانع قرار في حزبانه إذا كان يمر بمثل هذا الموقف، ولكن بنيامين نتنياهو يتحرك استنادا إلى حسابات شخصية، ولكن يبدو أن ما لا يدركه نتنياهو أو يتناساه بمعنى أدق أن هذه الحسابات الشخصية سوف تكون مدمرة وذات تداعيات سلبية بالنسبة للداخل الإسرائيلي، ولعل يعني حصيلة القتلى الإسرائيليين والمصابين في الجنوب اللبناني اليوم، الاستهداف على مدار الساعة للداخل الإسرائيلي بغض النظر عن تقييم أو التقييم العسكري لنتائج هذه الاستهدافات التي تحدث، ولكن على أقل تقدير نحن نتحدث عن ملايين الإسرائيليين الذين يختبئون في الملاجئ. كل هذه الحسابات الخاطئة لبنيامين نتنياهو سوف تأتي بتداعيات كارثية ومدمرة. من أين يستمد نتنياهو هذه القوة بفتح العديد من الجبهات، العديد من المواجهات في غزة، في لبنان، يضرب اليمن، يضرب مناطق أخرى، إن كان في سوريا الآن مثلا لا نعلم إن كانت هي ضربة يعني إسرائيلية أم غير ذلك لم يتضح حتى الآن، ولكن ربما احتمال أنها ضربة إسرائيلية وقد ضرب دمشق يوم أمس. ما الذي وفق الداخل الإسرائيلي، ما الذي يتيح لنتنياهو هذه القدرة على التصرف بهذه الطريقة؟ يعني ما ذكرته حضرتك صحيح، هو استهدف دمشق بالفعل واستهدف المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، وفي اعتقادي أن هذا كان جزء من محاولات الضغط على حزب الله اللبناني بما يضمن قطع طرق الإمداد على حزب الله، على اعتبار أن الحدود السورية اللبنانية هي مساحة إمداد رئيسية بالنسبة لحزب الله اللبناني على كافة المستويات. لكن أعتقد أن بنيامين نتنياهو يستمد هذه يعني التحركات أو يستند في هذه التحركات إلى مجموعة من الاعتبارات والعوامل يعني المرتبطة بمسار الحرب منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. أول هذه الاعتبارات أن نتنياهو لم يجد ردعا واضحا من المجتمع الدولي تجاه هذه التحركات. رقم 2، الفيتو الأمريكي والدعم الأمريكي المطلق والغير مسبوق لبنيامين نتنياهو ولدولة الاحتلال في ثنايا هذه الحرب منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، هو الدعم الذي تجاوز كل الحدود سواء الاقتصادية أو العسكرية، فضلا عن توفير مظلة حمائية لنتنياهو في كافة المحافل الدولية إلى الحد الذي جعل الولايات المتحدة تهدد حتى المحاكم الدولية سواء محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية حال استصدار أي قرارات ضد يعني إسرائيل أو ضد
بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء في حكومته على وجه الخصوص. أيضا يعني الجبهة اللبنانية حاليا لها بعض الخصوصية، بمعنى أننا في جبهة غزة كنا نتحدث عن خلافات بين المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل، كنا نتحدث عن مطالب متنامية من الرأي العام الداخلي في إسرائيل، خصوصا النقابات العمالية، خصوصا عائلات المحتجزين الإسرائيليين، خصوصا اليسار الإسرائيلي أو المعارضة الإسرائيلية، كنا نتحدث عن مطالبات متنامية بوقف هذه الحرب، خصوصا في ضوء عدم القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها. لكن في الحالة اللبنانية الوضع مختلف بعض الشيء، لأن هناك حالة من الاتفاق في الداخل الإسرائيلي على ضرورة شن هذه الحرب ضد حزب الله اللبناني وضد الدولة اللبنانية، في ضوء يعني ما سببته هجمات حزب الله من ترحيل يعني عشرات الآلاف ومئات الآلاف من المستوطنين والإسرائيليين من مستوطنات شمال الأراضي المحتلة، في ضوء الأثر يعني الكبير على الداخل الإسرائيلي نتيجة هذه الهجمات على كافة المستويات، في ضوء يعني أعتقد عامل رابع أو عامل إضافي أن نتنياهو يرى في السياق الحالي فرصة لحسم العديد من الملفات، سواء ما يتعلق بتوجيه ضربات لما يطلق عليه محور الشر في إشارة إلى محور المقاومة في المنطقة، فرصة لتوجيه ضربات نوعية لإيران، وهنا إذا لاحظت حضرتك كان الحديث متناميا عن ضرب حتى المنشآت النووية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية في ظل حالة النشوة ببعض العمليات النوعية التي نفذتها دولة الاحتلال، وبالتالي فنتنياهو يستند إلى كل هذه الحسابات في تحركاته وينحي جانبا الحسابات العسكرية المرتبطة بحالة الإنهاك التي تطغى على الجيش الإسرائيلي، المعنويات المنخفضة بشكل كبير لدى الجيش الإسرائيلي، يعني التداعيات السلبية لفتح الجبهة اللبنانية، خصوصا وأننا عندما نتحدث عن الجبهة اللبنانية يجب أن نفرق بين جبهة لبنان وجبهة غزة. يعني حزب الله ليس حماس، هناك فارق كبير في القدرات البشرية والعسكرية والتسليحية، هناك فارق في الجغرافيا بين الجنوب اللبناني وبين قطاع غزة، يعني قطاع غزة يبدو ممهدا للعمليات البرية على عكس الجنوب اللبناني. ولا يجب أيضا أن نغفل أننا مقبلون حاليا على فصل الشتاء، وهذا سوف يكون تحديا كبيرا بالنسبة لإسرائيل في شن عمليات برية.